حكى ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أنه لم يتحدد بعد موعد تسليم النادي الأهلي درع الدوري بعدما حسم اللقب رقم 40 في تاريخه هذا الموسم. وقال سويلم أن اتحاد الكرة سيحسم موعد تسليم درع الدوري خلال الأيام المقبلة، موضحا أن الجبلاية حريصة على منح الأحمر درع الدوري في أجواء احتفالية تليق بالاتحاد وبطل الدوري. والجدير بالذكر أن الأهلي يتبقى له مباراة واحدة بالدوري أمام المصري، والمنتظرة إقامتها يوم 22 مايو الجاري على استاد برج العرب. بدأ اتحاد الكرة مفاوضاته مع نظيره المغربي لإقامة مباراتين وديتين بين المنتخب الوطني لشباب الصالات في البلدين ضمن برنامج الإعداد لأولمبيات الشباب في الأرجنتين. وتأتي المفاوضات مع المغرب بناء على طلب الجهاز الفني للمنتخب بقيادة هشام صالح، خاصة وأن المنتخب المغربي يعد من المنتخبات المميزة في كرة الصالات، ومواجهتها وديا يعتبر احتكاك قوي للاعبين قبل الأولمبيات. وكان المنتخب الوطني لشباب الصالات صعد لأول مرة لأولمبيات الأرجنتين بعدما هزم أنغولا 6-2 ذهابا و3-2 إيابا في القاهرة. يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعاً يوم الخميس المقبل لحسم عدد من الملفات المعلقة على رأسها شكل الممتاز به الجديد. كان اتحاد الكرة أعلن أنه يفكر في إقامة الممتاز به الجديد من 18 فريقاً على أن يهبط باقي الفرق إلى الدرجة الأدنى، وهو ما اعترض عليه عدد كبير من الأندية. ويحسم اتحاد الكرة قراره النهائي الخميس المقبل سواء بتطبيق الشكل الجديد للممتاز به الموسم المقبل أو تأجيله للموسم بعد المقبل.